طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنأخذ درس مقدمو خدمة الدفع ووكلائهم في نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال. أولا، من هم وكلاء مقدمي خدمة الدفع؟ يقصد بهم الجهات المتفقة مع مقدمي خدمة الدفع لتمثيلهم وتزويد العملاء مباشرة بالخدمة، التي قد تشمل المتاجر الصغيرة مثل محل البقالة والمخابز ومحل بيع الملابس والمطاعم وغير ذلك. 2، المتاجر الكبيرة مثل المخازن اللي هم المولات التجارية الكبرى. 3، شركات الصرافة. شو يعني؟ هلا احنا عندنا مثلا محفظة دينارك، مين هم وكلاء هاي المحفظة؟ مثلا نحكي من شركات الصرافة، عندنا مثلا زمزم للصرافة أحد وكلاء محفظة دينارك. من خلال مثلا وكيلهم اللي هو مثلا زمزم، بنقدر مثلا احنا نعمل تحويل للأموال، بنقدر نسحب من المحفظة وهكذا. فهمنا شو يعني وكلاء مقدمي خدمة الدفع؟ اللي هم الناس اللي بتوكلوا بالمحفظة هاي انه مثلا يمشوا الأعمال المالية من الإيداع أو السحب. أبرز مزايا الخدمات المالية باستخدام نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال: يعد وسيلة آمنة للدفع الإلكتروني الفوري، يقلل حاجة المستخدمين إلى التعامل بالنقد الورقي والمعدني ويحد من مخاطر فقدانه، يتيح استخدام الهاتف النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل، يتولى البنك المركزي الأردني مسؤولية تشغيله والإشراف عليه، يخدم النظام بوجه خاص المواطنين غير المشمولين بالخدمات المصرفية بسبب الموقع الجغرافي وعدم توافر البنوك في مناطقهم، أو بسبب محدودية صفر المبالغ التي لا تمكنهم من فتح حساب في البنوك. أيضا من مزايا الخدمات المالية، يسمح بإيداع النقود في المحفظة الإلكترونية والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وذلك باختيار خدمة المحفظة الإلكترونية من جهاز الصراف، ثم كتابة رقم الهاتف والرقم السري، ثم سحب المبلغ المطلوب أو إيداعه. يوفر خدمات الدفع وتحويل الأموال إلكترونيا واستقبال الراتب الشهري مباشرة في المحفظة الإلكترونية. يتيح للحكومة فرصة توزيع الدعم المالي على المواطنين إلكترونيا. صارت كتير لما صار الدعم الخبز صاروا يوزعوا الدعم المالي عن طريق المحافظ الإلكترونية، عن طريق تحويل إلى محافظهم أو حساباتهم البنكية. الآن إجراءات البنك المركزي لجعل المحفظة الإلكترونية آمنة: أولا، الإشراف على خدمات جومو باي وضمان تطبيقها بصورة صحيحة من طرفي مقدمي خدمة الدفع ووكلائهم. مقدمي خدمة الدفع مثلا حكينا هم مثلا زي شركة دينارك، شركة أمنية لما عملت محفظة، زين كاش وهكذا. وكلائهم هم الناس اللي بتوكلوا بأمورهم المالية، مثلا حكينا زي محفظة دينارك عندنا مثلا شركات الصرافة مثلا زي زمزم. تطبيق معايير محددة لضمان الأمان في عملية الاستثمار وشفافية الحصول على المعلومات. التحقق من قدرة العميل على دفع قيمة الفواتير عن طريق مزودي خدمة الدفع، وعلى تحويل الأموال واستقبالها من الأصدقاء والمعارف وأفراد العائلة حتى لو اختلف مزود خدمة الدفع. عندنا هون مقدمو خدمة الدفع ووكلائها في فيديو هلا بورجيكم إياه، وعندنا هون أمثلة على بعض مقدمي خدمات الدفع اللي بيستخدموا الوكلاء مثل ما حكينا في أعمالهم المالية. هون في فيديو قصير عن مقدمو خدمة الدفع، خلينا نشوفه سوا. تعرف شو نسيت؟ شو؟ نسيت أودع في المحفظة الإلكترونية، بدي أحول مصاري لعمك ضروري. شو بنزلنا هلأ على البلد عند الصراف وبالأزمة بعدين طريقنا غير؟ وفيش غير البلد والصرافين عندهم هالخدمة، السوبر ماركت اللي جنبنا عنده والصالون اللي ورا البيت كمان عنده، لا أزمة ولا بنغير طريقنا، وانت بنفس الوقت تفتح محفظة إلك. عن جد؟ طب شو بنستنى؟ خلينا نروح نودع في المحفظة. قبل ما تتعامل مع أي وكيل في أي محل تأكد إنه المحل بيقدم هالخدمة. راح تلاقي على باب المحل ملصق أو لافتة مكتوب عليها وكيل معتمد لتزويد خدمات المحفظة الإلكترونية. الوكيل راح يرحب فيك ويعطيك من وقته حتى يساعدك تودع أو تسحب من المحفظة الإلكترونية. السحب والإيداع بيتم بشكل فوري في نفس المحل. كل مرة بتودع أو بتسحب فيها عند الوكيل لازم توصلك رسالة بالحركة اللي عملتها فورا، وهسه تم الإيداع بنجاح وهسه بنكمل مشوارنا، بس ذكرني أحول لعمك. هذه الخدمة تحت رقابة وإشراف البنك المركزي. الآن حل أسئلة الدرس.
السؤال الأول، ما المقصود بوكلاء مقدمي خدمة الدفع؟ حكينا يقصد بهم الجهات المتفقة مع مقدمي خدمة الدفع لتمثيلهم وتزويد العملاء مباشرة بالخدمة. السؤال الثاني، أعطي أمثلة على وكلاء مقدمي خدمة الدفع. أولا، متاجر صغيرة مثل محل البقالة والمخابز ومحل بيع الملابس والمطاعم وغير ذلك. المتاجر الكبيرة مثل المخازن والمولات التجارية الكبرى. ثلاث، شركات الصرافة. السؤال الثالث، اذكر ثلاثة من أبرز مزايا الخدمات المالية التي يوفرها نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال جومو باي. عندنا يقلل حاجة المستخدمين إلى التعامل بالنقد الورقي والمعدني ويحد من مخاطر فقدانه. يتيح استخدام الهاتف النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل. يوفر خدمات الدفع وتحويل الأموال إلكترونياً واستقبال الراتب الشهري مباشرة في المحفظة الإلكترونية. انتهى الدرس.